انضم إلينا ضيفنا الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم من الجزائر. دكتور مقري مساء الخير ورمضان كريم. طبعا نتابع هذه المشاهد المؤلمة من غزة ومن الأقصى، شهداء في غزة وجرحى في الأقصى، وأمة بين نائمة وشبه نائمة من حولها إلا ما ندر. ما المطلوب الآن دكتور مقري من الأحزاب العربية والبرلمانات العربية وكل فعاليات الساحات العربية؟ ما المطلوب في مثل هذا الذي يجري في فلسطين المحتلة؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أولا أن أعبر على ليس عن حزني بل على سعادتي وعلى سروري بهذه المقاومة الباسلة وهذا الصمود لهذا الشعب الأعزل في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى، مما يدل بأن الأمة لا تزال حية وأن الفلسطينيين ينوبون عنا جميعا، نحن العرب والمسلمين، وليس فقط يقومون بواجب في تحرير أرضهم. أما ما هو مطلوب منا نحن في البلاد العربية والإسلامية من أحزاب وجمعيات ومنظمات، طبعا هي المناصرة، المناصرة بكل الأشكال، المناصرة بكل الأساليب، بأن نسندهم بما يطلبون. يطلبون بالطبع، نحن كنا نتمنى لو كانت الحدود مفتوحة لكنا معهم ونفديهم بدمائنا، أما وأن الأنظمة العربية تنوب عن الكيان الصهيوني وتحميه وتدافع عنه، فإن المطلوب منا أن نسند الفلسطينيين بكل ما يطلبونه، أن نسندهم ماليا، أن نسندهم بالمال، أن نسندهم بالإغاثة، أن نسندهم سياسيا، أن نسندهم إعلاميا، أن نسندهم من حيث التعبئة. ولا يجب أن نستهين بالتعبئة. البارحة نحن كنا في الجزائر، اجتمعت كل الأحزاب بكل أطيافها وبكل حساسيتها، بعض الأحزاب لم تجتمع منذ مدة، اجتمعنا في كلمة واحدة في فضاء واحد نعبر عن مساندتنا للمقتلين، وهذه رسالة مهمة، رسالة مهمة للفلسطينيين بأن الشعوب العربية والإسلامية معهم، ورسالة للصهاينة بأن قضيتكم ليست مع الفلسطينيين فقط بل قضيتكم مع أمة بكاملها. هذه الرسالة للرسائل لا يجب أن نستهين بها، يجب أن نعبر عن وقوفنا مع الفلسطينيين، يجب أن نعبر على غضبنا وعلى دعمنا ومساندتنا للفلسطينيين سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في غزة، وأن نضغط على الحكام كذلك، نضغط على الحكام بما نستطيع لكي يقوموا بواجبهم، لأن الحكام في الحق المسؤولية ملقاة على عاتقهم أولا لمناصرة فلسطين ولدعم المقاومة، يجب أن نقوم بواجب الضغط على ذلك. وفي كل الأحوال قضية فلسطين ستتحرر يوما ما، والمسجد الأقصى سيتحرر، إنما هو صبر، إنما هو ثبات، إنما هي بسالة، إنما هي مقاومة، إنما هي مصابرة، ما في ذلك شك. الزمن يسير لصالح فلسطين ولصالح الفلسطينيين. الإسرائيليون في الحقيقة هم الذين يعيشون حالة الإرباك وحالة الخوف وحالة الشك في المستقبل، أما نحن فإننا نؤمن بالمستقبل ونؤمن بأن فلسطين ستتحرر. المغبون هو الذي لا يساعد على تحرير فلسطين، المغبون هو الذي ينسى القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية سيدي الكريم نحن نعتبرها بكل تأكيد كغيرنا من الشعوب الإسلامية قضية عقيدة وقضية دين، وهي بالإضافة إلى ذلك هي قضية قومية. هؤلاء الذين زرعوا الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية الإسلامية زرعوه ليبقى متفوقا، فلن يسمحوا لأي بلد عربي أن يزدهر وأن يتطور وأن تصبح للشعوب كلمتها وسيادتها. فلذلك مشكلتنا نحن مرتبطة كذلك بالقضية الفلسطينية، ورأس الأفعى الذي يأكل خيراتنا ويشتتنا ويمزقنا ويسلط علينا هؤلاء الظلمة وهؤلاء المستبدين، إنما رأسها هو في أرض فلسطين. وكذلك بطبعة الحال القضية الفلسطينية قضية إنسان، قضية كرامة، قضية حريات، فالقضية عادلة والقضية منتصرة، والشريف السعيد السديد هو الذي يقف مع هذه القضية العادلة، حتى وإن تخاذل الحكام، حتى وإن غدر الحكام، حتى وإن تواطأت القوى الدولية، سنكون مع فلسطين، فهي قضية حق وقضية عدل. طيب أنت أشرت إلى الشك والخوف الذي يعانيه المحتل،
هذا صحيح، ولكن ما الذي يعطي أيضا هذا الاحتلال رغم حالة ربما الخوف التي يعانيها، ما الذي يعطيه الجرأة أن يرتكب كل هذه الفظاعات وكل هذه الاعتداءات، أكان في الأقصى، أكان في الشيخ جراح، أكان قصفه لغزة، دون أن يعطي أي اعتبار لهذه الأمة من حول فلسطين أو الأمة الإسلامية الواسعة؟ نعم، أنا يبدو هناك ضعف يعتري أمتنا. نعم، هناك سببان. السبب الأول هو بطبيعة الحال هو يعتمد على تخاذل وخيانة وغدر الحكومات العربية. ماذا تنتظر أنت من أنظمة تطبع مع الكيان الصهيوني وتجلب إلى أرضها العار، وتجلب إلى أرضها هذا الكيان الصهيوني، يعني مثل ما هو موجود في عدد من الدول المطبعة التي آخرها بطبيعة الحال المغرب والبحرين والإمارات. يعني فالكيان الصهيوني يعتقد بأنه يكسب في البلاد العربية، وهو ينسى بأنه يكسب مع الحكومات فقط، لا يكسب مع الشعوب. فهذه في الحقيقة تخاذل الأنظمة العربية، تطبيع بعضها، سكوت بعضها، عدم اهتمام بعضها بالقضية الفلسطينية، انشغال بعضها بالكراسي وبكيفية استدامة الحكم وكيفية استمرار السلطة، بالطبع يعطيه هذه الجرأة. ولكن هناك سبب ثاني، وهو شكه في المستقبل. الكيان الصهيوني هو يدرك بأنه إن لم يحسم المسألة اليوم، إن لم يحسمها بأن يقلب المعادلة كلية ويغير الواقع على الأرض ويهود القدس ويقضي على المسجد الأقصى، ويعتقد بأن هذه الفرصة هي الفرصة الأخيرة، هو يدرك بأن المستقبل ليس له، فيريد أن يحسم في أقرب وقت. في أقرب وقت سبب استعجاله، سبب أخطائه، سبب إرباكه هو هذا الهلع من المستقبل. الآن كل الدراسات تقول بأن حتى داخل الكيان الصهيوني لا يؤمنون بأن عندهم مستقبل. أنا شخصيا استمعت من دبلوماسيين غربيين على هامش بعض اللقاءات الرسمية، هم لا يتكلمون بطبيعة الحال في اللقاءات الرسمية، على هامش اللقاءات الرسمية أثناء الحديث الثنائي، أنا سمعت بأذني دبلوماسيين غربيين يقولون نحن لا نؤمن بأن الكيان الصهيوني يمكن أن يستمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر. أنا اليوم فقط كنت مع السفير النرويجي، استقبلت اليوم السفير النرويجي، يعني هو في هي النرويج هي البلد الذي تم فيه التخطيط لأوسلو، وكنت واضح معه لأنه هو أراد أن يثبت موقف بلاده في حل الدولتين. قلت له حل الدولتين هذه التي اعترف بها كل العرب بإجماع عربي رسمي، الذي أنهاها هو نفسه هذا الكيان، هو هذه الحكومة. فقال لي في الحقيقة هو ربما نتنياهو، يعني هو، قلت له المسألة ليست متعلقة بنتنياهو، المسألة متعلقة بمجتمع إسرائيلي تطرف وأصبح اليمين هو المسيطر، وهذه حال في الكيان الصهيوني. هؤلاء هم الذين رفضوا حل الدولتين التي قبلها الحكام العرب، وبالتالي قلت له بكل صراحة وبكل وضوح، وبالتالي حتى غربيين منكم يقولون لي بأن ما دام الحكومات الإسرائيلية رفضت حل الدولتين فهم يسيرون إلى حتفهم، وأن إسرائيل لا يمكن أن تستمر في الزمن. أنا هذا سمعته بأذني من دبلوماسيين غربيين، واليوم في لقاء اليوم بالضبط، يعني في حين استقبلت السفير النرويجي ذكرته بذلك. الحقيقة الزمن يسير لصالحنا، الكيان الصهيوني مستعجل يريد أن يحقق إنجاز على الأرض، ولكن هيهات أن يستطيع ذلك. الزمن يسير في صالحنا، ولكن التشظي بيننا كبير كما تعلم. طبعا العلاقة ليست على ما يرام بين الجزائر والمغرب، العلاقة ليست على ما يرام في الخليج إلا مؤخرا بعد المصالحة، العلاقة ليست ما يرام بين ليبيا ومصر وهكذا دواليك. لكن دعنا نبقى في الجانب الشعبي دكتور مقري. الكثير من الذين يتصلون بنا يقول لك أنه لو كانت فلسطين في المغرب العربي لفعلنا الأفاعيل، لو كانت الحدود مفتوحة لفعلنا الأفاعيل. طيب، لكن لا يستطيع أن يخرج في مظاهرة مساندة، يعني الحراك الشعبي دكتور مقري أقل بكثير من المأمول، ما هو السبب؟
والله السبب هو القمع، هو عدم السماح، عدم سماح الحكومات الخروج للشارع. يعني احنا اذكر يوم العدوان على غزه في فتره ماضيه، كان تسرب بان هناك مسيرات يعني بالجمعه ماذون لها ومسموح لها قانونيا، يعني خرج الناس عن بكره ابيهم دون ان يكون هناك يعني ترخيص، لان في الحقيقه عموم الناس لا يريدون الصدام مع البوليس، لا يريدون الصدام مع المؤسسات الامنيه، يتحاشون الدماء كذا الى اخره. اذا لم تكن المسيره مرخصه فان الذين يخرجون هم عددهم قليل، يعني هم الذين يواجهون وغير ذلك. يعني والسبب الرئيسي لعدم خروج الناس للشوارع هو بطبيعه الحال هذه الحكومات التي تعتبر بان اي مسيره كبيره وضخمه ولو كانت لصالح فلسطين هي تهددهم، هي تخيفهم، هي تجعل الشعوب تجرؤ على الخروج للشارع. يعني وكل تمظهر شعبي للشعوب الا وتعمل الحكومات على القضاء عليه، على تحويشه وتحويطه وجرفه الى غير اهدافه. يعني في الحقيقه هذا هو الواقع، ولكن هذا لا يعني بان الشعوب العربيه والاسلاميه لا تقف مع اسرائيل. نحن نرى في الجزائر يعني كم هم الجزائريون يعني كانهم كرماء، كم هو عالي سخاؤهم في العطاء لصالح فلسطين. تساله عن اي شيء لا يتجاوب معك، ولكن لو تقول له بان هناك تفكير في وقفيه لصالح فلسطين في غزه او في اي مكان فان الناس يساعدون. يعني الجزائريون الان بفضل الله لهم اوقاف كثيره في غزه في هذه السنوات الاخيره فقط، يعني يعني في مجال التربيه، في مجال التعليم، في مجال الصحه، في مجال الاغاثه، في كثير من المجالات. يعني وفقط لان الحكومه الجزائريه تغوص الطرف يعني على هذه الاعمال، يعني نعم. يعني لا تتابعها. الناس يتحركون بسهوله نعم. كبيره جدا. يعني دعنا نختم دكتور مكري في المغرب، يعني في المغرب يعني يصعب على المغاربه مثلا ان ينظموا انفسهم من داخل المجتمع المدني لدعم القضيه الفلسطينيه. يجب ان يمر كل شيء عن طريق الرسمي، فلذلك المساهمات يعني الوقفيه ليست كثيره. يعني الحواجز الرسميه في الحقيقه حواجز مانعه للدعم، مانعه بكل تاكيد. اما الشعوب العربيه والاسلاميه فهي حيه، فهي متوثبه، فهي القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه، هي القضيه الجوهريه، هي القضيه الوحيده التي تجمعنا. نحن نختلف في الجزائر مثلا كسياسيين، نختلف في اشياء كثيره جدا، بل في بعض الاحيان المناكفه كبيره جدا، ولكن لما يتعلق الامر بفلسطين نجتمع بكل سهوله ونلتقي بكل سهوله. قضيه فلسطين قضيه جامعه، هي رمز وحده هذه الامه، هي بوصله هذه الامه. فلسطين هي حياتنا، ولذلك هذه الوثبة في المسجد الأقصى هي ليست في صالح الفلسطينيين فقط، بل هي في صالح الشعوب العربية والإسلامية كلها. يعني الشعوب العربية والإسلامية خسرت كل شيء حتى لم يبقى لها شيء تخسره، فلذلك لا يجب أن نحزن عما يحدث في فلسطين. يعني يجب أن تشتعل الأمور في أرض فلسطين وفي القدس، يعني لعل نورا يأتي من المسجد الأقصى يضيء هذا العالم العربي المظلم. يعني ما يحدث الآن في فلسطين هو حياة كل الأمة، ويجب أن نشعر بشيء من السعادة رغم ما مهما كانت التضحيات، ولكن يجب أن نكون مساندين، يجب أن نكون مناصرين، يجب أن لا نفرط في هذه الوثبة، أن نجعلها فرصة ليست لفلسطين فقط بل فرصة للأمة كلها بإذن الله تعالى. فلسطين هي بوصلة هذه الأمة كما ذكرت، لكن لعلها بوصلة الشعوب، ولكن لا ندري هل هي بوصلة الأنظمة أم لا، لأن الحقيقة السقف كما تعلم حضرتك متواضع للغاية في كل القمم. غدا هناك قمة على مستوى وزراء الخارجية، السيد صبري بوقدوم وزير خارجية الجزائر كان له تصريح قوي الحقيقة نسبيا. ماذا نتوقع غدا من هذا الاجتماع والحال أن الدماء سالت أكان في غزة أو في الأقصى؟ ماذا نتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العرب؟ وماذا تطالبون أنتم كأحزاب وكقادة سياسيين من هذه القمة؟
اولا في الحقيقه الموقف الجزائر الرسمي الى حد الان الى حد الساعه موقف جيد، موقف مقبول جدا. فالجزائر ضد التطبيع، ضد الهرولة للتطبيع كما هو معلوم، والجزائر تدفع الثمن بسبب موقفها هذا بكل تاكيد. اما الجامعه العربيه في الحقيقه لا يتوقع منها شيء كبير، هناك وكلاء، هناك حكومات تؤدي دور الوكيل لصالح الكيان الصهيوني في الجامعة العربية، لن تسمح باتخاذ موقف كبير، موقف مشرف. الخطوة الأساسية، يعني حضرتك أنت سألت ما هو المطلوب، ما هي المطالب، الخطوة الأساسية هو وقف التطبيع، هو إلغاء التطبيع، هذه الوقفة الأولى، ثم بعد ذلك دعم المقاومة. نحن لا نطلب من الشعوب، من الحكومات أن تقاتل الكيان الصهيوني، المطلوب منها فقط أن تدعم المقاومة، أن تسند المقاومة. نحن في الثورة التحريرية أشقائنا وإخواننا العرب والمسلمين لم يأتوا ليقاتلوا معنا في الجزائر، ولكن لولا دعمهم، لولا مساندتهم ما كانت الثورة التحريرية تعرف ذلك الزخم. دعم أشقائنا العرب هو الذي أعطى الزخم لثورة التحريرية، لم يأتوا ليقاتلوا معنا. فكذلك نفس الشيء بالنسبة لفلسطين، الفلسطينيون الأبطال، الفلسطينيون قادرون على أن يواجهوا الكيان الصهيوني، ولكن يطلبون منا الدعم، الدعم المالي بكل أنواع الدعم ليقاوموا، ليثبتوا، لا أن نعزلهم، لا أن نحاصرهم. الشعب الفلسطيني محاصر من الأنظمة العربية، ليس فقط من الكيان الصهيوني، وليس فقط من القوى الدولية، بل هو محاصر من الحكومات العربية. لذلك المطلوب هو دعم المقاومة. المسألة بسيطة، أولا وقف التطبيع بأي شكل من الأشكال، ثانيا وهو دعم المقاومة رسميا، ثالثا وهو السماح للشعوب العربية والإسلامية أن تعبر عن موقفها، أن تعبر عن غضبها. وفي الحقيقة هذا الذي سيعطي الشرعية لهذه الأنظمة، حتى وإن كانت في الحقيقة لا تصل إلى نصاب الديمقراطية والحريات وغير ذلك، ولكنها لو وقفت مع فلسطين سيكون لها شيء من الشرعية. نحن نعرف كيف أن حكومات يعني مستبدة، يعني في زمن القومية العربية يعني كانت مستبدة، ولكنها فقط لأنها كانت تظهر وقوفها مع القضية الفلسطينية استطاعت أن تجلب تعاطف الشعوب معها. القضية الفلسطينية قضية تكون رابحة حتى للحكام العرب لو كانوا صادقين في وقوفهم مع القضية الفلسطينية. فإذا المطالب هي ثلاثة، المطلب الأول هو وقف التطبيع، هو تجريم التطبيع، التطبيع خيانة عظيمة، التطبيع ركن من أركان المشروع الصهيوني، المشروع الصهيوني يعلم بأنه ليست له حياة ما لم يكن وجوده طبيعيا في وسطنا. التطبيع هو استدامة المشروع الصهيوني، فلذلك يجب محاربته بلا هوادة، يجب تجريمه. والمطلب الثاني أن الحكومات تساند المقاومة، تدعم المقاومة، تعطي الفرصة للفلسطينيين ليحرروا بلدهم. والمطلب الثالث أن يسمحوا للشعوب لتدعم، لتسند القضية الفلسطينية بكل الأساليب وبكل الوسائل. الدكتور عبد الرزاق، بالإضافة بالطبع إلى مطلب رابع يمكن نضيفه كذلك، هو العمل في الساحة الدولية، في المنتظمات الدولية يعني، وأن تقوم بواجبها لتجلب الدعم. أولا لنسترجع الحكومات والدول التي كانت تسند القضية الفلسطينية. كان سيدي الكريم، كان هناك حكومات خسرناها كانت صحيح مع القضية الفلسطينية، وأصبحت الآن يعني تطبع مع الكيان الصهيوني. يجب استرجاع الدول التي كانت مع القضية الفلسطينية، ثم بعد ذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المنتظمات الدولية. الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، كنت معنا من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر.